هيدا الفيديو رح يخليك تبين كمتحدث بارع بالمرة المقبلة يلي بتلاقي حالك فيها مضطر انك تتحدث امام جمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم محمد عيتاني. اليوم حنحكي عن وحدة من اكثر الاشياء يلي بخاف منها الانسان بشكل عام. شو بتتوقع اكثر شيء ممكن يخاف منه الانسان بشكل عام؟ هل هو الخوف من العناكب؟ هل هو الخوف من الاماكن الضيقة؟ هل هو الخوف من الاماكن المرتفعة؟ هل هو الخوف من الموت بحد ذاته؟ صدق او لا تصدق، عند 75% من العالم الخوف من التحدث أمام الجمهور بتربع عرش قائمة الخوف بشكل عام. يعني في كتير ناس بفضلوا أنه لا سمح الله تعضن حي أو عقرب على أنه يطلعوا ويتحدثوا أمام جمهور، وهيدا الأمر عائد لأسباب كثيرة، منها الخوف من الرفض، أنه أنت بتخاف انه يرفضك الجمهور اللي عم تتحدث معه، منها نقص معين من المعلومات فبتخاف انه هيدا الجمهور او هؤلاء الاشخاص اللي عم تتحدث امامهم انه يكتشفوا انه انت اضعف منهم بالمعلومات اللي انت عم بتقدمها، واسباب كتير غيرها. لكن المشكلة انه معظمنا حيلاقي حاله فيها بوقت من الأوقات مضطر إنه يحكي أمام جمهور معين. ممكن تكون بالصف وعم تقدم محاضرة، ممكن تكون بميتينج بالعمل أمام مدراء بالشركة اللي بتشتغل فيها، ممكن تكون بعرس معين أو بمناسبة معينة مضطر إنك تطلع وتلقي كلمة. بأي موقع من هالمواقع حتحس بوضع معين، هل الخوف حيتملكك أو هالتوتر حيتملك معظم العالم. فأنا اللي حأعمله اليوم هعطي 5 نصائح بسيطة ممكن تساعدك تتخطى هالموقف وتبين فيه انه انت متحدث بارع صار لك سنين عم تحكي بمؤتمرات وامام الكاميرا وعم تخبي هيدا التوتر او الخوف يلي عندك ايه. النصيحة الاولى، تحدث شخص لشخص. لو قد ما كان عدد الأشخاص يلي عم تحكي معهم، إن كنت بغرفة فيها 10 أشخاص أو بقاعة فيها 500 شخص أو بمحاضرة فيها 5000 شخص، بدك تتخيل نفسك عم تحكي مع شخص واحد بس، لأن هو فعليا أنت ما عم تحكي مع 500 شخص مضطر أنك توصل لهم الفكرة 500 مرة، أنت عم تحكي مرة واحدة لا 500 شخص. فإذا أنت قادر أنك توصل الفكرة لشخص أكيد قادر توصل الفكرة ل500 شخص، لأنه أنت المتحدث وهني يلي عم بيسمعوا. فهون النصيحة أنك تتخيل شخص بيعز عليك جدا وأنت متعود أنك تحكي معه، ممكن يكون خيك، ممكن تكون والدتك، ممكن يكون بيك، ممكن تكون زوجتك، شخص جدا قريب عليك وقادر أنك تتواصل معه بسهولة. فيعني أنت قادر أنك توصل له المعلومة بشكل سليم وسهل. فإذا أنت عم تتحدث مثلا أمام 500 شخص، ركز على شخص واحد، كل فكرة أنت عم تحكيها تطلع بشخص، ارجع لما تخلص الفكرة تطلع بشخص تاني حتى ما تبين أنه أنت مركز على شخص واحد. هون أنت ما بتضيع تفكيرك وما بتشتت ذهنك، وهيدا الشخص اللي أنت عم تطلع فيه لهالفترة القصيرة عم توصل له الفكرة بدك تفكر فيه كالشخص القريب يلي حكينا عنه. يعني إذا كنت أنت عم تفكر بخيك، تخيل أنه خيك قاعد بهيدا الجمهور وعم تحكي معه عم توصل له الفكرة فقط لخيك. بهيدي الطريقة بتوصل الفكرة بطريقة سلسة وبتكون كسرت حاجز الخوف وحاجز التلبك. ومن أكثر النصائح الخاطئة يلي بيقدموها عادة إنه تخيل الجمهور يلي أمامك بدون ملابس. هيدي نظرية خاطئة جدا وممكن تسبب لك مشاكل. هي المقصود منها إنه تكسر حاجز الرهبة يلي أمامك، لكن أنت بهالطريقة مش عم بتركز على المعلومات يلي انت بدك توصل لها، بينما عم بتركز انه هذا الجمهور اللي امامك سخيف او مجرد من الملابس او ما له اي عازي، وهذا امر خاطئ كليا. النصيحة الثانية هي التحدث ببطء. واحدة من
أكثر الأخطاء شائعة إن الواحد بس لما يطلع ويحكي أمام جمهور بصير بيحكي بطريقة سريعة جدا، وهيدا أمر بيعود لأنه متلبك أو خائف. المعدل الطبيعي للتحدث هي بين 110 إلى 130 كلمة في الدقيقة. فإذا أنت بتمرن حالك إنك تتحدث بين 110 و130 كلمة بالدقيقة، أنت بتكون بهالطريقة عم بتوصل المعلومة بطريقة سليمة، وبذات الوقت الجمهور يلي أمامك عم بيستلم المعلومة بطريقة سهلة وما عم بيعاني أو ما عم بيضطر إنه يعطي مجهود زيادة حتى يستوعب كمية المعلومات يلي أنت عم تعطيها بخلال هالمحاضرة أو هالإلقاء. نصيحة هون، حتى تتحضر بينك وبين نفسك، خد جزء من خطابك اللي أنت بدك تلقيه، جزء من 110 إلى 130 كلمة، وألقيهن أمام المرآة أو أمام كاميرا معينة، وعير الوقت. شوف أنت هال110 كلمات قديش أخدوا معك وقت، وعلى أساسها عدل نمط التحدث يلي أنت عم تحكي فيه. معظم اللي بيطلعوا بيحكوا لأول مرة أمام كاميرا بيحكوا بين 250 إلى 350 كلمة في الدقيقة. فهيدي النصيحة الثانية، تحدث بنمط بطيء. ونصيحة قبل ما تطلع تلقي الخطاب، حاول تكون مخفف من كمية الكافيين إذا كنت تشرب قهوة أو شاي أو أي شيء تاني ممكن يعلي نسبة الكافيين بجسمك، لأنه الكافيين كمان بيعطيك احتمال أكثر إنك تسرع في نمط الكلام. النصيحة الثالثة هي رسم إطار للخطاب يلي أنت حتحكي. كيف يعني؟ يعني إن أنت تخبر الجمهور أنت شو جاي تحكي اليوم، وشو هن النقاط يلي أنت بدك توصلها بهيدا الخطاب. مثل هيدا الفيديو أنا قلت لك إنه نحن حنحكي عن فن الخطاب بشكل عام، وإنه حنحكي عن 5 نقاط بيساعدوك تتخطى الخوف من التحدث أمام الجمهور. فبهالطريقة بيتفاعل الجمهور معك وبيحدد هو بذهنه هالإطار، هو وين رايح بهذا الخطاب، وبيعرف انه كل ما تخلص نقطة انه في نقطة تانية بعدها، وساعتها بتابع معك مثل ما نحن هلأ بالنقطة الرقم 3 وبعد في عنا نصيحتين وبيخلص هذا الفيديو. ونصيحة بالمقدمة، ما تكتر النقاط يلي انت بدك تذكرها. يعني ما تقول لهم انا هلأ اليوم حأحكي عن 55 نقطة بهيدا المحاضرة، ساعتها مش حيقدروا يتابعوا معك بالنقاط. فالنصيحة انه تبلش بين 3 إلى 10 نقاط ماكسيموم. النصيحة الرابعة هي انك تتصرف على طبيعتك. كل شخص فينا عنده شخصيته وعنده طباعه وعنده حسناته ونقاط قوته. اذا بدك تطلع وتلاقي حالك مضطر انك عم تحكي امام جمهور، ما تسلخ شخصيتك وكل شيء انت بتعلمه وانت متعود عليه بطريقة الكلام وطريقة الإلقاء وإلى آخره وكل هالأمور، وفجأة تصير شخص تاني كليا مغاير. بالعكس، وانت لقيت حالك بهالموقع لتتحدث أمام جمهور لأنه قرر هالجمهور انه انت شخصيتك مناسبة لتطلع وتلقي هيدي الكلمة. فتصرف على طبيعتك وتصرف بإيجابية. يعني ما تتخيل حالك فشلت لأنك حتفشل، بالعكس تخيل حالك أنك وصلت المعلومة بطريقة جيدة. بهيدي الطريقة أنت تخيلت النهاية أو الهدف قدامك أنه هو ناجح، وأنت بإذن الله حتنجح. لأنه من أكثر الأشياء يلي بتخلي الواحد يتلبك لما يطلع يحكي أمام الجمهور هو إحساسه مثل ما ذكرنا بأول فيديو بالفشل. حيخاف يلاقي حاله فشل بمقابلة العمل، أو فشل بالتحدث أمام رفقاته بالصف أو أمام زملائه بالعمل أو أمام أي مجموعة من الأشخاص. هيدا الخوف من الفشل هو اللي حيفرض الواقع السيء أو السلبي على باقي المقابلة. فكون إيجابي وحتلاقي النتيجة إيجابية بإذن الله. النصيحة الخامسة والأخيرة بهيدا الفيديو بتخيل هي أهم نصيحة، وهي التعلم. من المهم جدا انك تضل عم تتعلم عن نصايح وعن طرق عن فن الخطابة
وفن الإلقاء، وفي كتير وسائل لواحد يقدر يتعلم هالمواضيع. وبالعالم الرقمي هيدا صارت المعلومة جدا متوفرة، إن كانت من خلال كتاب إلكتروني أو من خلال فيديو أو من خلال كورس معين ممكن تلاقيه متوفر على الانترنت. ولهون بنكون وصلنا لنهاية هيدا الفيديو، بتمنى هون الخمس نصائح تكون استفدت منهم وتطبقهم بالمرة القادمة يلي بتلاقي حالك فيها مضطر انك تتحدث امام الجمهور. اتذكروني بوقتها، وما تنسونا من صالح دعائكم، وما تنسونا من اللايك ومن السبسكرايب اذا بعد ما عملت سبسكرايب. ومن هلأ للفيديو الجاي انا بقولكم سلام.